كنا ببداية بالحلقة حكينا عن اليوم العالمي للعمل الإنساني والعمل التطوعي. ومن ضمن المبادرات الموجودة كنا بنحكي عن اليوم العالمي للعمل الإنساني مبادرة بازلي. مبادرة بازلي مبادرة تسعى لربط الأشخاص المرضى المحتاجين للدم مع الأشخاص القادرين على التبرع بهذا الدم من خلال قاعدة بيانات إلكترونية توفر وقت الحصول على المتبرعين ويمكن الرجوع إليها وقت الحاجة. لهيك رح نحكي مع مؤسسة هالمبادرة دعاء الهزايمة. يسعد صباحك دعاء. يسعد صباحك دعاء، نورتينا. شكرا. قد ايه مهم احنا كاشخاص من فتره للتانيه نتبرع بالدم؟ قد ايه مفيد لصحتنا احنا؟ وشو بنحس وشو قديش بنجدد خلايا وقديش بيكون مفيد لنا مجرد ما نتبرع بالدم؟ مش كل الاشخاص عندها هاي الثقافه ومش كل الاشخاص بتعرف انه احنا كل فتره لازم نتبرع بدمنا. أخذتوا هذا الموضوع او جانب هذا الموضوع بمبادرتكم نوعي الاشخاص اهميه التبرع بالدم؟ تمام. أولا مبادرة بازلي هي انطلقت بناء على وجود حاجة مجتمعية لمتبرعين بالدم، وبالإضافة مثل ما حكيت تثقيف الأشخاص بموضوع التبرع. فعليا إحنا كمشروع بازلي بنعمل حملات تبرع بالدم بيكون هدفها الرئيسي إنه نرفع مستوى محدات الدم داخل بنوك الدم، بالإضافة إنه إحنا قاعدين ننشر ثقافة أو وعي للمواطنين أكثر تجاه أهمية التبرع. فأهمية التبرع بتتمثل إنه إحنا قاعدين أولاً نعمل خدمة إنسانية. صحيح. هاي الخدمة بتقوي الأواصر والروابط والعلاقات بين الأشخاص، سواء بين المتبرع أو أهله أو الشخص اللي قام بعملية التبرع له. بالإضافة لأنه يعني علاقة إنسانية، أنه أنا تبرعت لشخص ما بعرف مين هو، ما بيجمعني يمكن إلا نوع الدم اللي خلاني أنا أتبرع له بالدم. فعملية التبرع كلياتها هي هدف إنساني بدرجة أولى. تمام. طيب دعاء، اليوم عندكم قاعدة بيانات لتوصلوا زمرة الدم المناسبة للمريض المحتاج. بدنا نحكي عن الإجراءات المتبعة من بداية ما تاخذوا الدم من المتبرع لغاية ما توصلوها للشخص المريض. وقبل هيك بدي أعرف، حكينا قبل الهواء عن بازلي، اسم المبادرة إيش هو؟ تمام. بازلي هو الوريد الذي يتم سحب الدم للتبرع من خلاله، اسمه الوريد البازل. وهذا سبب تسميتي للمشروع أو للمبادرة على اسم بازلي. حاليا كإجراءات من نقوم فيها احنا فعليا كمنطقة ما قدرنا ان نستهدف كل المملكة مرة واحدة. انطلقنا قبل سنتين كقاعدة بيانات كانت ورقية داخل محافظة عجلون. نتيجة لمسنا او وجود حاجة مجتمعية خلانا نحول قاعدة البيانات الورقية هاي الى منصة الكترونية تحوي قاعدة بيانات رقمية. طبعا كاجراءات احنا بنقوم بحملات تبرع بالدم هدفها ان نقوم بعملية بناء للمنصة ببيانات صحيحة 100%. بالعادة أنه بأخذ موافقة من الأشخاص على استخدام بياناتهم ورفعها على المنصة حتى أنا أقدر استخدمها بالحالات الطارئة. بالفترة اللحظية لحملات التبرع الدم يتم استخدامه أو الاستفادة منه من قبل بنك الدم أو الجهة المتعاونة معنا من قبل وزارة الصحة. إحنا مهتمين أكثر في البيانات. بعد هيك لما تصير في حالة طارئة، إذا كان هذا الدم اللي من الحملات لسه فيه، إحنا بنبعث لبنك الدم أو للمستشفى الحكومي أو الجهة اللي بنتعاون معها إنه في شخص بده دم، فإنه إحنا منشبكهم ببعض. لكن في حال إجت حالة طارئة وما كان في دم داخل حساب بازلي في بنك الدم، فإنه إحنا مهمتنا عملية التشبيك، بنرجع على المنصة الإلكترونية بنشوف الموقع الجغرافي للشخص اللي بحاجة لدم، بنحاول إنه على المنصة نعمل سيرش على نوع الدم على الشخص حسب اللوكيشن، وبنتم ربط الأشخاص مع الشخص المريض. قد ايه مهم دعاء هاي الحركة، لأنه بنشوف كتير أشخاص حتى بيكونوا عم بيعلنوا على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا شخص بحاجة لدم أرجو التبرع، بس لما بنكون إحنا رابطين الأشخاص مثلا اللي عم بتبرعوا مع الجهة المسؤولة عن المرضى، عن جد بصير التعامل كتير سريع وبسرعة بيقدروا يلاقوا النوع المطلوب والكمية المطلوبة. تمام. هلا خلال عملية بناء للمنصة كنت أبحث عن الوسائل الموجودة قبل ما أنا أفكر بالمنصة. ففعليا أغلب الناس كانت تلجأ لمواقع التواصل الاجتماعي حتى ينشروا عن الحاجة اللي بتبرع. حاول
حاولت أتواصل مع الأشخاص هدول اللي ناشرين بوستات حتى أشوف أنا شو المشاكل اللي عم بيواجهوها. من الأشخاص اللي حكولي إنه مثلا إحنا ناس تيجي بوقت متأخر بيكون مثلا فايت الفوت مثل ما بيحكوها. أحيانا في ناس بتيجي بس على الهمة بدها تتبرع إنه زي ما بحكي لك نظام فزعات، بس بدهم يتبرعوا بس مثلا دمه ما بيطابق أو بيعاني من مشاكل صحية، ارتفاع ضغط الدم، انخفاض في قوة الدم، زي هيك هاي الأشياء بتمنعه إنه يتبرع. بالإضافة لأنه عامل البعد الجغرافي سبب بإنه الناس ما تروح تتبرع، مثلا أنا كشخص من عجلون ليش أطلع على عمان عشان أتبرع؟ فهذا السبب كبعد جغرافي بيخلي الناس إنها كمان ما تتبرع بالدم. عشان هيك لازم يكون في تنسيق من قبل، وزي بالضبط. ما قلتي يكون محتاطين وحدات دم إضافية تكون موجودة ومتوفرة لحتى لما يحتاجها المريض أو المصاب بأسرع وقت نأمن له إياها. تمام. دعاء، خلينا نحكي أنتم كمبادرة أكيد بتواجهوا صعوبات ومعيقات في العمل، نحكي عن الصعوبات اللي بتواجهوها وكيف أنتم بتحلوها. تمام. اولا انا كشخص من عجلون واجي انتقل لمحافظه اخرى بواجه مشكله انه انا بعرفش ناس، ما بعرف وين اتوجه، فحاولت اتغلب عليها عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. برضه كنت اعلن مثلا على جروبات الفيسبوك اللي تابعه لاربد، طبعا اعمل لها انضمام واصير انشر انا رح اعمل فعاليه ضخمه في اربد مين بيحب يشارك معي. ففعليا كنت الاحظ انه في مؤسسات او جهات او حتى افراد ناشطين يتواصلوا معي ويحكوا لي احنا حابين نشارك. ف وقت تنفيذ الحملة بصراحة كان كل الناس اللي تواصل معي يكونوا موجودين. هدول يشاركوك بالعمل ولا يكونوا متبرعين؟ متبرعين. بالإضافة بالعمل. هل أنا كدعاء في عجلون صعب أني أنا أضلني على تواصل مع كل المحافظات أوفر لهم متبرعين؟ فإحنا كمان من هاي الشركات بنقدر نأخذ زي ضباط ارتباط لهم accessibility على قاعدة البيانات، بحيث أنه هم بمناطقهم لهم صلاحية يتواصلوا مع الأشخاص بدل ما أنه يرجعوا مثلا للشخص الرئيسي اللي له صلاحية على هذه المنصة. طيب مين أكثر متفاعل معك بموضوع التبرع، رجال أم السيدات؟ هل في عمر معين بتحسي تفاعل معك أكثر؟ بصراحة ببداية انطلاقي علشان إنه البنات بالعادي بيخافوا من التبرع، فكنت أنا أحد الأشخاص اللي تبرعوا بالدم علشان أحكي للبنات إنه الإشي ما بيخوف ويعني عادي لو أنت تبرعتي. فالرجال أكثر بتحسي متبرعين أكثر؟ الرجال كان أكثر بالبداية، قلبهم أقوى صراحة، بس بعدين صرت أحس إنه عادي البنات صاروا يتبرعوا وصار عندهم ثقافة كمان وبطلوا يخافوا من الإبرة وصاروا يعرفوا قد ايه مفيد للسيدة انها كل فترة وفترة عن جد أكيد. لازم تتبرع بدمها لحتى تجدد خلايا الدم والدورة الدموية. هذا الشيء انا لمسته حتى لما تبرعت حسيت بعد شهرين دمي قوي. تمام. هلا دعاء، يعني انت بدنا نحكي عن العمل الإنساني بعيدا عن مبادرة بازلي، انت بتشتغلي بالعمل الإنساني والعمل الإنساني اكيد احنا فخورين انه الشباب الأردني عم بيتجه للعمل الإنساني لانه بيأكد دائما قيم مجتمعنا الإنسانية وانه مجتمعنا دائما بمجتمع خير. انت حصلتي على العديد او عندك مبادرات اخرى وحصلتي على العديد من الجوائز، خلينا نحكي عن هاي المبادرات الاخرى والجوائز اللي عندك. تمام. رح ابتدئ مع وزارة الشباب، بصراحة هي كانت اكبر داعم لي من خلال تبنيها للمبادرة وتوطينها في مراكزها الشبابية. ومش بس هيك، هي شبكتنا مع منظمات دولية حتى نقدر نحصل على دعم لنقدر نحقق الإشي اللي احنا حاطينه كهدف أو كحلم بالنسبة لنا. بصراحة في مشروع كان اسمه سفراء الشباب المحليين بالتنسيق بين وزارة الشباب ومنظمة التعاون الدولي الـ OECD. كان لهم دور انهم قاموا بتأهيلنا على برامج معينة، قدرنا من خلالها نحصل على دعم لمبادرتنا ونطبقها لحتى نقدر إحنا نغطي مثلاً إقليم الشمال. حالياً حصلنا كمان على عدة جوائز وتكريمات، حصلنا لقب أفضل مشروع في قطاع الصحة لعام 2019 في أيام نبادر، وتم تكريمنا من قبل دكتور فارس بريزات وزير الشباب، طبعاً شكر كبير إله. وبالإضافة لبرضو داخل وزارة الشباب تم تكريمنا من خلال برنامج سفراء الشباب، تم تكريمنا من قبل معالي دولة الدكتور فيصل الفايز في أيام جولات FTC كمشروع فكرتي. حصلنا على عدة جوائز من IRC سبارك. طبعا انت عم تحكي والمشاهدين عم بيشوفوا الصور الجوائز عم تنعرض معنا على الشاشة، كملي كمان. تمام. قدرنا ان نغطي اقليم الشمال، وحاليا حصلنا على منحة من بلان انترناشونال الممول من الاتحاد الاوروبي حتى نقوم بتغطية منطقة الوسط وجزء من منطقة الجنوب. طبعا كمان في شغلة حلوة يعني كشركات بيننا وبين وزارة الشباب، حكونا مثلا لما أنا
أنا كشخص معي تيم من منطقة الشمال بدي أروح على الجنوب، فأنا بحاجة لمواصلات لمبيت، فهاي الأشياء من خلال اتفاقية وقعناها مع الوزارة رح يتم توفير هاي الأشياء إنه يعني بشكل مجاني. هيك أنا بصير مركز على هدفي أكثر من ما أركز على الأشياء الفرعية اللي ما لهاش أهمية. إيش أحكي كمان صراحة، أعطيتها رسالة للشباب الأردني اليوم. اليوم الشباب الأردني يعني بحاجة إنه للمبادرات للتطوع، لأنه بيساهم في العمل الإنساني، والعمل الإنساني مهم وضروري لمجتمعاتنا. فرسالة منك كوني أنت عندك مجموعة من المبادرات، فرسالة منك إنه كيف نسعى إنه نعمل مبادرة إحنا ونكون أشخاص فاعلين في مجتمعنا. تمام. أول إشي كشخص لازم يكون عنده هدف أو مثل ما يحكي لك حلم هو بيسعى إنه يحققه. بعد هيك إنه مش أنا عندي حلم أضني مكاني، لا لازم كمان أسعى إله. حتى لو الإشي بلش معك تطوع أو حتى لو بلش بشكل مجاني عادي، هاي رح تكون بوابة لإشي، لأنه أنا لما أطلقت المشروع كأول مرة كنت لساتني مهندسة متدربة داخل مستشفى. فبعد هيك فتحت لي فرص لحد ما أنا صرت أحصل منح أشتغل فكرتي. حصلت لي فرص أني أصير مثلا بمنصب وظيفي معين. فالفرصة مثل ما بيحكوا بتجر فرصة. ففي إشي حاب يمكن أحكي للشباب بيقدروا يستغلوا، حاضنات الابتكار الاجتماعي الآن موجودة في وزارة الشباب تتبنى الأفكار والمبادرات والمشاريع الريادية. فكلمتي للشباب أنهم يتوجهوا لهاي الحاضنات. لازم صراحة أشرف طبعا. يعني في كتير ناس بتحب تساعد شباب شابات بس ما بيعرفوا لوين يروحوا أو من وين يبلشوا. اسمكم على مواقع التواصل الاجتماعي لحتى كل حدا بحب يحضرنا يتواصل معاكي ويقدر يساعد طبعا. بالعمل التطوعي بيقدروا يتابعوا أول إشي صفحة وزارة الشباب، دائما بينشروا بوستات للحاضنات، وبالإضافة لجروب على الفيسبوك اسمه حاضنات الابتكار الاجتماعي وزارة الشباب. شكرا لإلك دعاء، نورتينا ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك.